تحت عنوان بادرة تعزيز النسيج المؤسساتي للجماعة المحلية، نظمت بطنجة ندوة جمعت ما بين الجارين المغربي والإسباني بهدف التأسيس لشراكة تجمع القطاعين العام والخاص في كلا البلدين على مستوى الخدمات البلدية. اللقاء ديال اليوم كيتناول موضوع مهم وكبير بزاف بالنسبة لنا، وهو الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال القطاعات الجماعتية. الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال القطاعات الجماعتية أخذ مساره في إسبانيا منذ عقود، وبالتالي راكمت تجربة مهمة جدا. أصبحت العديد من القطاعات وأصبحت العديد من المرافق الجماعتية تسير بخبرات من القطاع الخاص وبشراكة قوية مع القطاع الخاص. التجربة المغربية هي تجربة جديدة بدأت في سنة 99 قطاعات ديال الماء والكهرباء وتطهير السائل، ثم جاء القانون ديال التدفئة المفوض سنة 2005، ثم الميثاق الجماعي الحالي اللي كيهضر على شركات التنمية المحلية اللي كتعتبر إطار لإشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المشاريع ولا بعض القطاعات ديال الجماعات الترابية. طريفة هي قنطرة أوروبا وبوابة جنوب أوروبا تجاه القارة الإفريقية، وطنجة بدورها قنطرة مهمة لشمال إفريقيا. منذ سنوات ونحن نعمل ونتعاون سويا كزملاء، رؤيتنا كبلديتين انطلاقا من موقعنا الاستراتيجي وكشركاء في المستقبل تفرض علينا التعاون والتنسيق في عدد من المجالات لتحقيق مستقبل أفضل لمجتمعينا، وذلك بتوفير العدالة والحكامة الجيدة. الظروف الراهنة تفرض علينا تجاوز عالم الحدود وتجاوز النظرة القديمة لما كان يسمى بالشمال والجنوب. هذه النظرة لم يعد لها وجود في عالم يحفل بالفرص العديدة التي تخدم المجتمعين المغربي والإسباني على حد سواء. اللقاء الذي شهد حضورا وازنا لعدد من المسؤولين المغاربة وندرائهم الإسبان رمى بالأساس إلى التقعيد لمشروع نماء الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي بغية تعزيز العلاقات ما بين دول الشمال وجنوب المتوسط، وكذا تثبيت أواصر التعاون على المستوى المؤسساتي والجماعات الترابية.